نعم زميلي، حقيقة منذ اللحظات الأولى لوقف العمليات القتالية في سوريا ككل، بدأت الجماعات الإرهابية المسلحة وتحديدا في ريف حماة الشمالي بالهجوم على عدد من النقاط في محيط مدينة محردي وتحديدا سلة ديجو الواقعة في الجنوب الشرقي لمدينة محردي، حيث قامت بالهجوم على عدد من النقاط العسكرية المتواجدة في تلك المنطقة. مضطر الجيش العربي السوري بالرد على مصادر النيران وتكبيت الإرهابيين عدد من الخسائر وقيامه والضغط عليهم للتراجع. كذلك قامت هذه الجماعات الإرهابية المسلحة باستهداف أيضا مدينة محردي بواد كبير من الطلقات المتفجرة وتحديدا في الأحياء الشرقية وكذلك الأحياء الجنوبية. هذه الطلقات المتفجرة تسببت ببعض الإصابات في صفوف المواطنين. كذلك قامت الجماعات الإرهابية المسلحة وتحديدا أيضا في ريف حماة الشمالي باستهداف بلدة الربيعة بعدد من القذائف الصاروخية أكثر عن أضرار مادية في المنطقة. المعلومات المتواجدة بين يدينا زميل إياد حقيقة أن هذه الجماعات الإرهابية المسلحة أيضا قامت بالتسلل والهجوم على بعض المعامل المتواجدة في محيط شرق مدينة محردي، وهي عبارة عن معامل صغيرة وكذلك ورش صغيرة قامت بنهبها وسرقتها ومن ثم الانسحاب والتراجع. حقيقة زميل إياد، الجماعات الإرهابية المتواجدة في ريف حماة الشمالي تحديدا، هناك لدينا عدد من الجماعات منها جند الأقصى والمرتبط بشكل وثيق بجند النصرة وكذلك جيش العزة الذي قام أيضا هو نفسه بالهجوم على النقاط المتواجدة في مدينة محردي. أيضا لدينا في الجهة الشرقية تنظيم داعش، عدد من الجماعات الإرهابية المسلحة والمنضوية تحت رايته أيضا. زميل إياد، أشكرك كل الشكر علي شحود مراسل الإخبارية السورية في حماة على كل هذه